السلام الله تعالى وبركاته، بخير لاباس عليكم هانين بخير. اليوم جيت نصاوب معكم واحد حسب طلب المتتبعين، واحد الصلصه ديال الشوكولاتة. الصلصه الشوكولا هي اللي تصاوبوا تزينوا بها الطارطار ولا بسكوتشو ولا اي ولا شي جات شي مناسبه. كيفاش نصاوبوا الصلصه ديال الشوكولاتة؟ هاي سهله. تنديروا عندنا كاس ديال الماء، كاس ديال الماء، تنزيدو هي جوج ساشي ديال الكاكاو، يعرفتو ساشي الكاكاو، الا ما كانش غيكونوا تقريبا ربعة ديال المعالق الكبار، من بعد تنشيرو مزيان، ما تنزيدوش السكر، السكر ما تنديروش، مادام كاكاو فيه تكون حلو يبقى هنا خصك تنزيدو السكر. من بعد تنزيدو عندنا معلقة ديال النشا، النشا او مايزينا، الى ما كانش يكون ديال الفورس هكا. على نار هادئه نخليوها وما توقفوش على التحريك، التحريك ما يوقفوش. خاص تستمروا في التحريك باش يندمج كامل جميع كل خاصها تندمج، كما قلت لكم الا ما كانش مايزينا او ما يسمى بالنشا يمكن نديرو الفورس، نعوضو بالفورس الناعم ابيض دقيق الابيض. خليو ندمج، نستمروا في التحريك بالطريقه هذه، وهي طريقه سهله يعني ما تحتاجش شي جهد، شي مجهود ولا
شي حاجه غريبه، وانما هي فقط بطريقه اقتصاديه وسريعه. دغيا تخرج لك لي صوص، لي صوص شوكولا، صوص شوكولا مع شويه جين، اما ميلفوي او ديرا اون تارت. تستمروا بهذه الطريقة، تستمروا طريقة، تستمروا حتى تتبدل هذاك اللون ديال الشوكولا. تشوفوا بالطريقة هذه تتبدل الشوكولا. ما تشوفوها ما تكتشفوا بأنها تتعقد، تتعقد، تنديروا واحد معلقة ديال الزبدة من أجل التلميع. تخرج بغيو، باش تخرج بغيو. الزبدة تتعاونها باش تخليها بغيو. سهلة مالا، ما يعني طريقة بسيطة واقتصادية. صافي متعقد، صافي ملي تشوفها تتعقد، صافي تنطفيو، تخرج لنا هادي بهاد الطريقة هادي كما تشوفو هنايا في الكاميرا إلا شتوها. طريقة هذه خو كتخرج، تخليوها تخرج شوية تبرد شوية، فتيكون النتيجه هي هذه كما تشوفوا. لي صاص، صلصه ديال الشوكولا، شوكولا ماشي مزيان، فطلع واعر يعني من حيث الميلفوي. لي طات تزينوا بها اي شيء هو درتوها في الدار تبغي ديروا بها تجي تطلع واعره، يعني تطلع 100% ناجحه، 100% ناجحه كما تشوفوا. لي صاص شوكولا، الناس اللي بغاو مثلا خفيفه حاولوا ينقصوه، ديروا مثلا معلقه وحده ديال النشا او معلقه وحده ديال الفورس، تخرج لي صوص بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. اي شيء معقده واعره هذه تنخليوها دابا تبرد شويه، من بعد نديروها في بيبيرون يعني من اجل تزيين. كان هذه واحد صلصه بغيت نشاركها معكم حسب طلب ديال المتتبعين، ونتمنى تلقاكم وان شاء الله تعالى تكون ان شاء الله لي صوص اخرى. دعمونا بلايك وان شاء الله يكون الجديد. عليه السلام عليكم.